لا بس ما قلتليش البوسبوء انت. خذ المايك بلاش اروح فيه على الدار. مالك شو اكثر حصه بتحبها بالمدرسه؟ انا ما بحبش المدرسه كلها. رن لي على ابوك او على امه. هو انا معيش لا رصيد ولا نت للاسف. محبي البطاطا خليكم اليوم معي بحلقه تحداها مع سلمى. ليش؟ رح نقطع هاي البطاطا لدوائر، كيف وليش ومين رح يفوز؟ خليكم معي. يلا بلشوا. يلا، طب بقدر تمسكها بايدك؟ شوي 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 شوي. شوي شوي على السكينة. يلا. يلا يا أم آدم. أم آدم، أبو أحمد، أنت حكيت لي إنك أنت بتشتغل بمطعم؟ بفندق. فندق، نعم. والمطعم وين؟ المطبخ الكيتشن قبالي بالضبط. قبالك بالضبط، بتشوفوا كيف بقطعوه؟ يلا عدوا عدوا، ثلاثة. اثنين. واحد، بلشوا، يلا. وقعت عليك. هي محله، هي محله. تفضل تفضل ها. وقعت. شو صار؟ مين فاز؟ هيو أنا تعبي. الجمهور مين خلص قبل؟ لا أنا اللي خلصت له. أبو عبد الله وأبو فراس صح؟ أبو عبد الله أبو فراس. أبو فراس خلص. أبو عبد الله أبو عبد الله تقدر تروحها معك على البيت. 10 9 8 بما إنه ما شفنا أو ما عرفنا مين خلص قبل. آه. نعمل تحدي جديد. يلا 1 2 3 بلشوا. ابو كريم ابو كريم ابو كريم برافو. خلص خلص ابو ادم شكرا لك. خلاص خلص يعطيك الف. بعرف اتصرف. شو يا ابو ادم والله انت لك على شغل البيت؟ لا والله هي قايمه كل شغل البيت ما شاء الله عنها. يعني ام ادم هي الكل بالكل؟ بالكل. ليه يا ابو عبد الله انت ما بتساعد المدام بالبيت؟ لا بس ما قلتليش البوسبوء انت. لكان شو قلت لك؟ ما فيش فاهم شو المطلوب. قلت لك بدنا نقطع البطاطا والاسرع هو اللي راح يفوز. مالك انت اللي فزت معنا اليوم. مالك شو اكثر حصه بتحبها بالمدرسه؟ انا ما بحبش المدرسه كلها. لا ولا شيء بالمدرسه؟ ريحتك انت يا احمد. العلوم. متاكد؟ رن لي على ابوك او على امك. هو انا معيش لا رصيد ولا نت للاسف. ولا رصيد ولا نت؟ لا ولا اي شيء. انت يا مالك ايش معك رصيد ترن على ابوك؟ لا خلص. يعطيكم الف عافيه. برافو. يعطيكم الف عافيه. شكرا لكم، تشرفت بمعرفتكم. وانت مبروك ربحت معنا جائزه مقدمه من قناه رؤيا. حياك الله. ربحت معنا هديه مقدمه من قناه رؤيا. اذا الف مبروك ربحتي معنا هديه مقدمه من قناه رؤيا. يسلمك. يلا احكي هيك الكاميرا باي. احكي باي. يلا احكي باي. 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 تحدي البطاطا خلص معنا لليوم، ولكن التحديات ما زالت معنا مستمرة بتحداها مع سلمى.